لدينا منظومة كاميرات فعالة جدا في بغداد. نعم. إمكانيات وقدراتها تعمل بإمكانيات وقدرات عالية جدا. نعم. هذه المنظومة ساعدتنا وتساعد كل الأجهزة الأمنية في تقصي وملاحقة ومطاردة كل من يقوم بأي اعتداء. نعم. لا يتصور البعض بأنه ممكن أن يعمل أي شيء في بغداد ولا يستطيع مراقبته. نعم. كل العمل الكبير اللي قامت به الأجهزة المخابراتية والأمنية والاستخبارية للدولة العراقية كلها الحقيقة اعتمدت على منظومة الكاميرات واعتمدت على جيد جدا سيادة اللواء بالكاميرات. هذا بالإضافة إلى الجهد الكبير الفني اللي تعمل به الأجهزة الأمنية من خلال أجهزة أخرى ومعدات مكنتها من أن تلاحق وتطارد وتدبر وتحيد كثير من العمليات الإرهابية.